مشاهدي موقع شوف تي في، صباح الخير عليكم، نهاركم مبروك ورمضان مبارك سعيد. وزارة الصحة الآن على الساعة 10 كتخبر الرأي العام بجديد الحالات المصابة بفيروس كورونا. العدد ارتفع كيف كنا متوقعين، العدد غادي في ارتفاع عكس ما كان هذه يومين، كلشي فرح بواحد العدد، ولكن للأسف خروج الناس بواحد الشكل كبير وعدم اتخاذ الحيطة والحذر، عدم اتخاذ الكمامات والمسافة الأمان أدى بالرقم إلى الارتفاع. العدد الإجمالي وصل 4687، احنا غادي طالعين ما عرفناش فين غادي نوصلوا. اليوم تم تسجيل 118 حالة جديدة، البارح تقريبا كانت في المجموع كانت شي 220 حالة اللي دخلت المستشفيات المغربية اللي تصابت بفيروس كورونا. اليوم هذه فقط الساعة 10 118 حالة جديدة دخلت المستشفيات المغربية باش تعالج. العدد ديال الوفيات وصل 172 حالة وفاة. نطلبوا السلام والعافية للجميع، والله يرحم مساكن هاد الناس اللي ماتوا الشهداء، الله يصبر العائلات ديالهم، الله يغفر لهم والله يرحمهم، هاد الناس وفاو بلا صلاة الجنازة، بلا ما يمشوا معهم وليداتهم أو عائلتهم، بلا ما يوصلهم حتى المقبرة ويصلوا عليهم، دفنوا بطريقة سرية، حتى واحد ما مشى معاهم. الشيء اللي خاص الناس يفهموا بأن فيروس كورونا راه خطير، لو ما كانش خطير كانوا الناس يتوفاو ويمشوا معهم العائلات ديالهم وتوادعوا معهم وصلوا لهم صلاة الجنازة. احميوا راسكم وخذوا الوقاية ديالكم، الفيروس راه خطير، راه مساجد مغلقة ما تصلاتش فيها صلاة الجمعة، ما تصلاتش صلاة التراويح بسبب هذا الفيروس. تسمعوا في هذه الكلمات مزيان، المساجد مغلقة بسبب هذا الفيروس، خذوا الحيط والحذر ديالكم. العدد راه وصل 4687، يوميا كاين 250 إصابة كتدخل المستشفيات المغربية وما أكثر. البارح كان فاتح معي، كان عيد الشغل، كان عيد ديال الشغيلة البارح في الأحياء المحيطة بمركز المدينة، شفنا حركة ديال السير ناقصة على المعتاد، كيف ولينا كنشوفو في هاد الأسبوعين. وكاينة ملاحظة بأن الأحياء الشعبية هما اللي كنلقاو فيهم تكدسات وتجمعات خطيرة جدا، الناس على قبل الخبز مزاحمين في المخابز والخير موجود وما خايفينش واش يتعادوا ولا لا، الناس نساو الفيروس بتاتا ولاو خارجين بواحد الشكل كبير، كاين اللي خارج بدون كمامة، كاين اللي مجمع، كاين اللي كيسلم على صاحبو. المرض مازال كاين وغادي في تصاعد، راه حنا وصلنا الان 4687 حالة مؤكدة بفيروس كورونا كتواجد في المستشفيات المغربية، كاين اللي غادي يتعالج وكاين اللي غادي يموت. الناس اللي غادي توفاو نطلبو لهم السلامة والعافية ان شاء الله، الله يرحمهم الله يصبر العائلات ديالهم.
احمد شربي خويا شحال تزادوا اليوم؟ خويا اليوم تزادت 118 حاله، 118 حاله تزادت اليوم. هذا غير الصباح، مازال العشيه ومازال العدد غادي في ارتفاع بسبب هادشي اللي كنشوفوا فيه. ما عرفناش واش هذا ارتفاع غادي يخلينا نخرجوا نهار 20 ماي ولا لا، ولا العدد غادي يبقى. انا براسي باقي ما فهمت شي حاجه، كنظن بان ضروري غادي يكون واحد التمديد. الناس عياو باغيين يخرجوا، ولكن واحدين اخرين اللي غادي يحرموا عليهم، اللي غادي يكونوا سبب ديال التمديد. غير كلمة ان المساجد المغربية مغلقة وما كاينش تراويح، ما كاين صلاة الجمعة، ما كاين والو. غير هاد الكلمات الناس يعرفوا بان الامور راه صعيبة والفيروس راه كاين ومازال كيجرف الناس. 118 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا تعلنت على اليوم الساعة 10، وحنا مازال يلا في الصباح، مازال العشية غادي يكونوا ثاني اصابات والعدد غادي في ارتفاع. لو كان ان الفيروس عادي ولا ما بقاش، كنا اول حاجه غادي خاصها تفتح هي المساجد المغربيه والناس يقيموا صلاه التراويح وصلاه الجمعه وما يكون لا خوف لا والو، او على الاقل غادي يدير واحد العدد قليل اللي غادي يدخل المساجد. ولكن الفيروس راه خطير ومازال الوضع كارثي. تحملوا المسؤوليه ديالكم وحميوا راسكم. كنتكلموا الاحياء الشعبيه، الساكنين ديال الاحياء الشعبيه ماشي كلشي، كاين الناس ساكنه في الاحياء الشعبيه ما خرجوش، وحتى اللي خرجوا خرجوا الغارات ديالهم، داروا الكمامات ديالهم، عطاو مسافه الامان، ما كيجمعوش مع الناس. ملي كندخلوا الاسواق المغربيه الشعبيه كنلقاو شي مناظر شي اشكال كيضروا في الخاطر، مزاحمين 20 30 واحد وغادي بلا كمامات، وكاين اللي لاعب كره، كاين اللي ما غتقدر تفهم حتى شي حاجه. صعيب باش تفهم واش هاد الناس عارفين بان كاين كورونا، واش عايشين معنا ولا ما عايشينش معنا. نطلبوا السلامه والعافيه ان شاء الله. البارح شاهدتم انا واحد المباشر من منطقه مولاي رشيد، واحد السوق اللي يبيعوا ويشريوا شغلهم هذاك، خدمه حلال الله. يعني احنا ماشي ضد الباعه ولا ضد المواطنين، ولكن بداك الشكل اللي كانوا مجمعين بين الناس راه خطر على صحتهم وخطر على والديهم. يعني غادي يكونوا ضحايا ديالهم هما، والواحد كيكون مريض وما كيكونش عارف راسو واش مريض. يعني غادي يقدر يسلم على صاحبه، ولا صاحبه غادي يقدر يشرب ماء الماء من نفس الكاس ولا من نفس القرعه. احنا مغاربه وعارفين بعضياتنا. نطلبوا السلامة والعافية إن شاء الله للجميع. إلى هنا مشاهدي موقع شوف تي في، غادي نوصلوا لنهاية هذا المباشر. ندعيو مع خوتنا اللي توفاو، ونطلبوا بالشفاء للناس اللي دخلوا المستشفيات المغربية باش يتعالجوا. الله يصبر العائلات ديال الناس اللي توفاو، الله يصبرهم والله يرحم من مات. رمضان المبارك عليكم كاملين، خذوا الحيطه والحذر ديالكم. امور مازال ما سالاتش، غدا في ارتفاع. حميوا راسكم وحميوا العائلات ديالكم. نخليكم على خير ان شاء الله، في لقاء اخر ان شاء الله. شكرا.